طبعا هذا الفيديو الحقيقة هو مسيء جدا. في الصين هكذا عودتنا الصين على انتهاكات بحق المسلمين، هذه المرة بحق راية التوحيد، بحق راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما الذي بقي؟ نتابع معا. 就是真的好看得很是好看啊这个好看你看你看容易吗你看这个容易吗 إذن تقول أنك تأكدت دكتور عبد الوارث أنه من الصين، يعني هذا الفيديو من داخل الصين تم تصويره؟ نعم، بعد أن شفنا الفيديو تحركنا سريعا وتأكدنا أن المقطع من إحدى المحافظات الصينية اسمها غواندونغ، من إحدى المدينة في المطعم، وتأكدنا أن الذي يتكلمون هم صينيين فعلا، وهي مطعم ريستورانت في المدينة. والرجل حينما دخل المطعم شاف المكان ويتكلم للإمرأة التي جنبها، شوف هذا المكان كيف وإلى آخره، الإمرأة تقول ما شاء الله جميل وإلى آخره. فأصبحت الآن الانتهاكات، الإهانة للإسلام والمسلمين في داخل الصين إلى هذا المستوى. كلمة التوحيد وآيات القرآنية فيها، في آيات القرآنية وكذلك كلمة التوحيد، بدأت تستخدم الصين كبلاط على أراضي المطعم، أراضي المطعم. هذه بذاتها إهانة للإسلام والمسلمين، إهانة للإسلام والمسلمين. حينما سكتوا ما يجري في داخل تركستان الشرقية من قتل ودمار وإهانة للإسلام والمقدسات الإسلامية، فالصين قامت خلاص، يعني نحن الآن يعني نظهر ما بداخلنا. يعني طبعا هو ما يمكن أن تقوم صاحب المطعم بهذا الشكل أن يعمل ديكور بكلمة التوحيد إلا بعد الترخيص من جهة رسمية. نعم، من جهة رسمية. فلذلك أن لأن البعض ممكن يقول هذا صاحب مطعم، ما شأن السلطات الصينية بذلك؟ لا لا، هذا مستحيل. هذا مستحيل. هذا كلمة التوحيد وآيات القرآنية نحن نعلقها في مساجدنا. نعم، في مساجدنا ومآذننا. نعم، ونرفع فوق رؤوسنا نحن. نعم، كمسلمين. وتكون عالية خفاقة ليست على الأرض وليست طبعا طبعا. ولكن الصين الآن بدأت تستخدم هذه كبلات في الأراضي المطعم، فهذه تعتبر إهانة جسيمة، انتهاك لكل الخطوط الحمراء بالنسبة للإسلام والمسلمين.